جود مورنينج لكل المشاهدين، حتى لو كان الأربعة بنص الجمعة هيدا ما بيعني انه ما لازم نحن نكون عم نتمرن بهالنهار، مش يعني ما لازم نكون عم نعمل حركات رياضيه سوا، وخاصه اذا كان الاربعاء هو النهار المخصص اللي بنحكي فيه عن عضلات الظهر وكيف انه نحن نقدر نمرن هالعضلات كرمال يكونوا اقوى، كرمال يعطوا السبورت اللازم للعمود الفقري تبعنا. عاده لما نحكي اوجاع دغري نحن بروح براسنا باللغه العاميه اذا بدكم لشيء اسمه ديسك ولشيء اسمه سياتيكا، ولكن بكتير من الاوقات بكون عندنا اوجاع بالظهر ولكن منا ريليتد للعمود الفقري، ريليتد للعضلات اكيد، او حتى ريليتد لضعف بها العضلات. لما احكي انا عن ماسل امبالانس شو يعني، لما احكي عن بوستشر كمان شو يعني، رح فرجيك قبل ما نبلش بالصور رح فرجيكم كيف ممكن انا اكون عندي باد بوستشر. كل العالم اللي عنده ديسك جوب او حتى يلي ما عنده ديسك جوب، يلي بتقعد على الانترنت، يلي بتعمل سيرفينج على الانترنت، يلي بكون عندهم ساعات حتى باوقات الراحه خارج دوام العمل يكون عندهم اوقات بيقعدوا فيها، نقعد كلنا ويكند كلنا انه نكون هيك دائما، لانه على اعتقادنا انه هيدا بهالوقت المعين هيدي البوستشر عم بتريحنا، ولكن على المدى البعيد هيدي البوستشر عم تكون مدمره كليا للابر بارت تبعنا او لحتى لكل عضلات الجسم لكتر ما بتخلق من إذا بدكم imbalances بالعضلات. زيدوا عليها قلة التمرين أو حتى عدم وجود التمرين بحياتنا قديش رح يكون الجسم عم بيتأثر. لكن لما نكون نحن قاعدين مع شادين المعدة بهالطريقة، حتى لو قاعدين على كرسي ما إلى ظهر أو على فتنس بول أو حتى على كرسي إلى ظهر، نحن لازم نكون المراقب الفعلي لحالنا كيف نقدر نحن نكون قاعدين بطريقة صحيحة، حتى لو كنا عم نشتغل على الأورديناتور أو حيالله شيء، كيف نحن نقدر نحافظ على البوستر تبعنا. لح أنتقل مباشرة هلأ لصورة بتفرجيني، وأول صورة بتفرجيني الباد بوسترز اللي معقول يكونوا هيدولي. أول صورة على أقصى الشمال بتفرجيني باد بوستر، الصورة بالوسط بتفرجيني excellent posture good posture، واكيد الصوره على اقصى اليمين بتفرجيني كمان bad posture. هيدول كلهم due لمسل imbalances، different muscle imbalances ممكن يصيروا عنا من وراء عدم التدريب المزبوط، من وراء مثل ما قلت لكم عدم الانتباه بالجسم تبعنا. اليوم برجع بروح على الاوجاع وبنتقل على الصوره الثانيه. دائما نحن لما يكون عنا وجع بالظهر وخاصه اذا ما بكون عنا نحن feeling باجرينا باللور extremities تبعونا لانه عم بكون عنا اوجاع، إذا ما كان في ضعف بالعضلات معقول يكون في عنا إصابات ناتجة عن سترين أو سبرين. الأوجاع اللي بتنتج مع أنه هن two different cases ولكن السيمتمز والأوجاع كتير مشابهين. طب نعمل speculation، طب نقعد نحن نتحذر شو عنا، أكيد الاتجاه صوب طبيب هو ممكن يحل المشكلة، لأنه هو الطبيب رح يقدر يعمل أو يحدد شو هي المشكلة. لما نحدد شو هي المشكلة رح نعرف شو العلاج المناسب لها، لما نعرف شو العلاج المناسب لها رح نبلش نصح. عادة وجود الأوجاع وعدم الاكتراث لها رح يسبب أوجاع أكثر ولا رح يسبب تفاقم بالإصابة. مش هناك لكل الناس اللي عندهم وجع بالظهر بس ما بيعرفوا شو نوع الوجع، أحسن شيء يستشيروا طبيب. لما يقول لهم طبيب يعطيهم كليرنس يقول لهم ما في شيء، يعني بكون في عضلات ضعيفة، وهون أنا نحن والمدربين بيجي دورنا. أهم شيء تعرفوا أنه مش يعني إذا عندي أوجاع بأسفل ظهري بس لازم أنا أشتغل على أسفل ظهري، إذا عندي أوجاع بأسفل ظهري كل عضلات الظهر لازم أشتغل عليهم وبالتالي كل عضلات الجسم، لأنه هيدول السبورت الفعلي. لح أرجع أعطي المثل اللي دائما بعطيه أنا، جيبوا كانز أوف صودا حطوهم فوق بعضهم وانكزون بيقلبوا. إذا بتحطوا كانز أوف صودا فوق بعضهم بتلفون ببانداج وبتشدوا كتير منيح بدلهم ثابتين وما بيقبوا، هدول العضلات اللي بيلعبوا هن الدور المناسب لهذا الموضوع. لكن ستول على جنب، خليني انتقل بحركة أولى رابر باند من هون، برجع لورا، لحمد إيدي لقدام، لحوقف على إجر وحدة، رح شد المعدة تبعيتي ورح اشتغل 10 مرات مع روتيشن. 1 2 3 4 5 بحافظ على البالانس، 6 شد المعدة، 7 8 9 10. اكيد تنزيد الريزيستانس فينا نكون دبل لايرز، في حطها على طاقين واشتغل عليها. بنتقل للإجر الثانية ستريت من هون، 1 10 مرات المعدة مشدودة، 2 3 4
خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة، والإجر من الركبة بتكون مطعوجة ما بتكون جالسة. بيرفكت. بنتقل لحركة تانية، رح استعمل الميديسن بول من هون. حركة دايما بنشتغلها، كثير من الناس بيتجنبوه، ولكن أنا بعتبرها إذا تأدت بطريقة صحيحة it's an excellent exercise. رح رجع كتافي لورا، رح شد المعدة، إجري على مستوى الكتاف، تبلش بالحركة. ركابي لازم يكونوا مطعوجين. إذا الميديسن بول على الأرض لازم أعرف كيف أعمل picking up. بتبلش الحركة من هون، أعرف أعمل picking up للميديسن بول من الأرض، بنزل لتحت، بستعمل عضلات إجري لأطلع أول شيء، برجع كتافي لورا، بشد المعدة، إيدي extended لهون على الآخر. لما أنزل أنا وأدي الحركة من الهيبس تبعولي، ما لازم أعمل كيرف أبداً بظهري، لأنه هون بكون في bad postural أو bad body posture. أنا عم أدي الحركة مما اللي حيأدي لغلط بالإكزيكيوشن أو بالأداء تبعي. مشان هيك برجع الكتاف لورا، بشد المعدة، بنزل لتحت، وبرجع بطلع لفوق. شو اللي بيعمل هون السبورت للعمود الفقري تبعي، للسباين تبعيتي؟ أكيد عضلات المعدة. أب لفوق، رح أعملها بالميديسن بول، أرجع بعد شوي أعملها بالدمبلز كمان. أربعة خمسة، I go for more. ستة سبعة ثمانية تسعة، one more to go. عشرة. perfect. بنتقل لحركة تانية، رح استعمل ارجع ستول او الكرسي لهون. one arm dumbbell row، بثبت حالي، بثبت الابر بادي تبعي على رؤوس اصابيع من هون، up and down. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، معدة دايما مشدودة، ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، two more to go. one and two and two. switch لتاني ميل. من المهم جدا ان يكون عم بختار الأوزان تبعولي بعناية. الأوزان لازم يكونوا challenging، لازم يكونوا في شوية تحدي لأقدر أدي السات تبعيتي. إذا كانت مؤلفة من 10 repetitions، من 12، من 15، من 20، ولكن ما لازم يكون الوزن أول ما بلش بالسات تبعيتي أو بالرابس تبعولي يكون أكتر ما جسمي ممكن يحمل. دايماً it's very wise، ومن الحكيم جداً إنه الواحد يبلش بأوزان خفيفة، يرجع يعمل assessment ويعمل increase بالوزن، على إنه يبلش بوزن كتير تقيل ويكون أكتر من ما هو فيه يحمل، ويعرض حاله لخطر بالإصابة. لكن بدي أقول إنه الأوزان التقيلة مش حتخليني أدي الحركة بطريقة صحيحة، فدايما أنا ببلش، وخاصة إذا كانت حركة جديدة أول مرة بعملها، دايما بكون عم بشتغل على مهلي بأوزان challenging ولكن منا مأزية. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، two more، one and two and two. هذا ما بيعني انه ما لازم احمل اوزان تقيلة، بالعكس ما لازم الوزن التقيل يخوفنا، لازم الوزن التقيل نتعامل معه بطريقة صحيحة، لأنه بالنهاية حسب التارجتس تبعولنا أو حسب القوة كيف ما نعملنا نحن بيلدينج، رح تكون الأوزان متعلقة بهذا الشيء 100%. برجع أنا للديد ليفت، دمبلز قدام، رح أعملها بس خمس مرات لأنه رح أعملها بالدمبلز. برجع كتافي لورا، بنزل لتحت لعامل بيكينج أب، البالمز تبعولي لميلة جوا، بلقط بطلع لفوق، برجع كتافي من هون، بترك natural alignment
بظهري وبالسباين تبعيتي and then I go up 2-3 more to go 1 كمان 2 1 more time and 3 ما بنسى دايما اتنفس وانتم مشاهدينا ما تنسوا اليوم بأي ساعة اللي كانت لأنه مش يعني إذا ما تمرنتوا الصبح خلص تعملوا سكيبينج للتمرين تبعكم ما لازم تعملوا سكيبينج للتمرين تبعكم ترين افري داي ترين هارد بس ترين فيري سمارت أنا بنتقلها لعند إلي ولعند رولا كوتش صباح الخير كيفكم اليوم؟ كثير منيح وأنت؟ ماشي الحال تمام يعطيك العافية I feel really good You feel good? You look good كمان كان عم يعلق إلي إلي عم خوفني إلي عم يلا أمين مشبشب أول هاك عم نكبر بعد سيلفستر ستالون و لأن كنا عم نحكي عن سيلفستر ستالون وأرنولد شوارزنيجر بموفي اسكيب بلان عشيرة التمارين الرياضية اليومية وقد في أشخاص بتابعوا لنهاية حياتهم صحيح بالتمارين المنظمة قد في فرق بين نيك أب ونيك داون لاحظت يعني أجسامهم ووجههم شيء مش مقبول اكزاكتلي انا اللي بقوله يلي بيتمرن للونج تيرم دائما الأهداف اللي نحكي عنها نحن للونج تيرم العالم يلي عنده حياة صحية هيدا بيأثر دغري على كل شيء عليها يعني انت بتعرف اليوم حتى الواحد بيتقدم بالعمر بكل مرحلة من مراحل عمره في رياضات بتناسبه أكيد وبتعرف انت مين الإنسان الرياضي المزبوط مين الإنسان يلي ما بكون عم بيمارس الرياضة بطريقة صحية بس هني برهان على انه حتى بالسن المتقدم بيقدر الشخص يمارس رياضة أكيد ويت ترينينج عم تحكي عن رامبو وترمينيتر يعني أكيد أكيد إذا هني ما قدروا ما بعرف مين لا صحيح صحيح بس أنا عم بحكي هني بالحياة العادية بركي منهم هيك ولكن ناس عاديين منهم ترمينيترز ومنهم مع انه رامبو از ون اوف ماي فيفورت كاركترز اوف اول تايمز بس يلي بدي أقوله انه كل عمر له حيثياته وله نوع التمرين تبعه وله كل شيء بيناسبه اهم شيء الواحد ما يوقف تمرين اهم شيء ما ياخذوا الحكي اللي بنقوله دائما لما يتعلق بالرياضه على الهامش رياضه كثير مهمه انا دائما بقول انه الرياضه بتخلينا نعيش حياتنا بكواليتي احسن بتخلينا نفكر بطريقه احسن لبل اكثر من هيك هيك نحن عايشين في كثير مرات نحن بنقول انه مات لانه صار هيك لا اوقات الواحد بموت لانه بيبقى ما عم بيعتني بجسمه صح. وفي اشياء بسيطه كان ممكن يعملها ممكن تخليه يكون بين عائلته بين احبابه من خلال الرياضه ومن خلال العيش بطريقه صحيه اكيد امين لازم يبلش بسلوجن جديد لانه هو على طول بيختم ورك اوت بجيت فيت ستي فيت هل لازم تقول لهم جيت فيت اور جيت فات لا لا get, يعني get, هيك get هيك fit or يعني. لا get fit get or stay fit fat. Or get fit or stay تبي fat. اليوم نحن we don't being fat is not it's not a crime منا جريمة الواحد لا يكون لا fat. إيه بس لا أكيد بس هي جريمة إذا بيبقى على هالحال exactly. كل إنسان بتعرفي عنده كمان يعني. كل إنسان عنده أمور بتحيط فيه بتخليه يوصل لمراحل معينة اليوم نحن ما فيك تخلي إنسان ما بده يعمل شغلة تخليه يعملها ولكن للناس اللي بدهم يعملوا بدهم يكونوا أنا I meet كل يوم ناس بدهم يصيروا أحسن بدهم يتمرنوا ونعمل نتائج كتير منيحة وهذا هو الأسنس والكور تبع المهنة تبعتنا بتعرف أمين اليوم ما بقى في حجة خاصة للأشخاص صحيح. اللي عندهم عم بيعيشوا حالة البدانة لأنه صحيح. خاصة من خلال برنامجنا يعني كتار من فقراتنا موجه للموضوع إن كان workout إن كان balance إن كان clinic يعني صح. كل يوم هيدا هو بازل فكرة هيدا. أو أسلوب جديد صحيح. حتى يطلعوا من هالحالة 100% اللي عم تقولي مزبوط لانه عم نحكي عن بازل نحن منظبطهم كلهم سوا بيطلع عنا لايف ستايل كثير حلو الحديث دائما ممتع معك امين ولكن مضطرين ننهي بنتمنى لك بقيه نهار ممتع بنشوفك بكره بنفس الوقت ستي فت مثل العاده